السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح الفيديو الثالث من السلسلة. الفيديو الثاني من كيف تنظف المخططات المعمارية مثلا تكون جاهزة تروح للسيف، مش تكون جاهزة، لا جاهزة ان شاء الله، بس نوصل للسيف تكون المخطط جاهز انك تقدر تعمل عليه التعديلات اللازمة عشان توديه للسيف. ان هذا المخطط، يعني المخطط الماضي احنا ما خلصناه فعليا، يعني احنا تعلمتك كيف تنظف طابق واحد والطابق الثاني بنفس الطريقة. إن شاء الله هذا المخطط نحاول نعمله كامل لأنه أصغر شوية، طالما مبنى سكني كل طابق فيه شقتين، يعني جدا جدا سهل. فخلينا نبلش بدون ما نطول عليكم. كالعادة بننسخ هذا اللوحة هاي، ما ندخلش كاملة مش مشكلة، تمام. عملها كوبي كنترول سي، صفحة ثانية، استنى بس يفتح لنا الجهاز تقيل، وهاي كنترول في عادي مش مشكلة، وين ما قلت انا هيو تمام. هذا شو بعمل؟ بعمل من هاي كوبي وتنقل اللوحة اللي تحتها معها، مش مشكلة يعني ما تخافوش. تشغل الأورث عشان يكونوا نفس الاستقامة، تمام. عملت لها كوبي، عملنا فيها تمام، هاي فيها تمام. هسه شو بنعمل؟ بنشتغل على هذا بس نخلص من التحرك عادي. طب بدنا نكتب المخطط دي، انا هذا تهشير اكسات، هذا شير وول، هذا هيك من شير وول، هذا مدخل الكراج، هيو بتلوب 10 و20%. طبعا اذا انت حابب تشوف كيف شكله سكشن، مش مأخذ هو سكشن، بتروح على السكشن، روح على المخطط، نروح على السكشن بنلاقي انه هيو ها طلع كيف في نزله وهكذا. يعني عشان تعرف كيف انت تفهم انت شو اللي قاعد بتصممه وشو التوب فيو. طبعا يعني انا هاي الدورة مش دورة قراءة مخططات، بس عشان تعرف كيف تصمم المبنى. كعادة احنا بس بهمنا الشير وول، طلع هذا الشير وول، بهمنا الاعمدة والمناور اللي بتكون على اشارة حرف اكس، بس ما غير هيك ما بهمنا. نعمل يلا بنبلش نشيل الاشياء اللي بدنا اياها، النص هذا بدنا اياه، والنص هذا بدنا اياه، والدايمنشن 9 ما بدنا اياه، الحكي هذا ما بدنا اياه، وهاي البوصلة ما بدنا اياها، تمام. نعملهم كلهم ايزوليت، نعمل نتفقد انا ضللت كل هذول. هسه كل اللي ضللت انا ما بدهم فعليا، طلع الجريد مسحتهم، بدي امسحهم. في اعمدة عندك بالمختصر، يعني هي يعطيك اياها صافي، في اعمدة او تهشير تهشير وول، لا تعمل تمسكه كامل وتمسحه، تعمل ترجع تطلع المتنبه نظيف. عشان هيك هذا المخطط راح يخلص معنا بشكل اسرع. ودائما مثل ما حكيت لك، مكان مخطط كبير كل مكان الاشي سيء، وانه كان اطول واصعب. مسحنا هاي، بنمسح هاي، تمام. تشير وول بدنا اياه خليه، تمام. هذا الاشي ما بدنا اياه نمسحه، بدنا اياها. هاي الخطوط المنقطة هاي تسويق رجاء، تمام. كراجات، الكراج هون، هاي المنطقة لخزانات المي، فعليا لما تصممها تصممها على أساس خزان مي، تمام. بس عشان تعرفوا يعني الفكرة، السيارات ما بديش سيارات، يعني سيارات لا، خلينا نمسح الدايمنشن اللي هون، شو بدنا هذول كلياتهم. بس انت لاحظ المعماري غلطان غلط، حاط خط الإكس تبع المنور، شو بنعمل؟ المنور أو المصعد، شو بنعمل؟ بنمسحه، ما بنمسحوش، نمسح شوي شوي، نمسح شوي شوي، تمام. زي هيك تمسح شوي شوي، حاول انك ما تمسح، تمام تمام فيها، تمام. الابواب اياهم صح، الطقم هذا تشير ما بدنا اياه، ظل انه تحت الارض شوية، ان هذا النهدي هو سور بلوك ما بدنا اياه، او هو اصلا حدود المبنى، هذا شير وول خليه، تمام. نجي لهسه نرجع لهون، شباك ما بدنا اياه. في عندك هون طلع شيء ايش؟
بكل بساطة قواطع بلوك مع كونكريت، بدنا إياها. إحنا بهمنا شير وول، الخزانات ما بدنا إياها. في شغلة تجرب تعمل لهاي زوليت أظن المسح كل إشي. ليش؟ بتكون هالسيارة معمولة على شكل بلوك، في بالأوتوكاد إشي اسمه بلوك. شو بتعمل أنت؟ تعمل سيلكت سيميلر، تمام؟ تمسحهم، تعملهم تفجير خيار إكسبلود تمسحهم. تمام، هذا العمود في عليه تهشير نفية، بهمنا العمود لحاله. هيك المخطط هذا الدرج هي المخطط تقريبا شبه نفس. خلص عرفت حدود المبنى اللي تبعتي. كلاب انا راح اصممها، كلاب حسب الابعاد المسافات اللي عندي. لو في المسافة بين الاعمدة، مسافة بين الاعمدة 4 متر تقريبا، يعني مسافة كثير صغيرة. اصمم هذه ربط كلاب. هيك انا نظفت المخطط. هل هو جاهز يروح على السيف؟ لا، حقنا تجهيز السيف خليه على جنب. بكل بساطة هذا المصعد ومبين درج قدامه مصعد، وهذا المنور عشان الحمامات وكذا. كيف عرفت؟ عادي، يرجع للمعماري رطبق اللي فوقه تلاقي حمام هون منور، يعني ما في شباك، مش قادر احط شباك، فاحنا نحط منور يطلع للسطح، يطلع للسطح. فتلاحظ معك للسطح. تمام، الظهار حكينا مش جاهز، احنا نظفناه، بس لسه مش جاهز. خلي ان شاء الله يعني اذا قررت اصمم هذا المخطط، لسه مش مقرر على المخطط بدي اصمم، يعني في حال قررت اخطط لك شو تعمل. احنا اصلا يعني راح يكون ان شاء الله شيء سهل وبسيط. شو بتعمل انت؟ خلص بتخلص هذا الكاشي اياه وبتمسح امورك تمام. من كل شيء بتشتغله بتعمل له سيف وبتقطعه جنب. بعد سيف لوتوكات تعمل سيف از، بتكيف الشغل عادي اللي بدك اياه وخلص. اهم شيء لا تسيء اي شيء المخطط المعماري الاصلي، لا تقرب عليه، تاخذ نسخه منه فيها صفحة ثانية، تحفظ الصفحة الثانية بأي اسم بدك إياه. أهم إشي ما تلعب. تمام، ليكن هذا الطابق خلص، خلينا نروح على الطابق الثاني. نروح على الطابق الثاني، ناخذ لوحة الطابق الثاني، الطابق الأرضي حاليا. تمام، ناخذ منها كوبي، ناخذ لك إياها، بس أهم إشي تكون على نفس، تكون مشغل الغرفة بحيث اروح على نفس المستوى. تمام، هسه شو بتعمل؟ بنفس الطريقة سهل الشيء اللي بدك اياها، ضلل تروح امسح، مسحتهم مش كلهم. ليش؟ لانه في خطوط المناور طالعة عندي. امسح. هو المعماري كان عامل اللاير تبعت الاكس هاي على لاير ثانية، كان صرت حالي دقيقة شغل. الصور مقترح اياه هذي بشيله. لاحظ انه طلع معي التحشير، التحشير ما تلعب فيه هسه. ارشي التحشير بس تمسح الخط اللي هاي كلها. هاي ايش؟ هاي كل جدران بلوك، خلينا نهض كله، بقدر انه اعمله بيمات. تمام، نص بدي فيها، خط السكشن بدي فيها، الباب بدي فيها، هاي بدي فيها، وايزوليت، وهذا الخط كامل خط بدي فيها، امسح. شوف كيف المخطط بلش. ها شبابيك بدي فيها، شبابيك قلت لك كيف تشيرها زي هيك. شفت شبابيك في الأرضي، هاي الدوائر بدي فيها، البوكلة هادي فيها. تمام، المخطط تقريبا ما نضيف. ليش؟ لأنه لسه هاي الحمامات مغاسل فيهم، قواطع البلوك هادي فيها. هاي تقدر تعملها ايزوليت لأنه يكون هو رسمهم من خط. امسح فيهم
بس انا بخلي الاكسات دائما. مش اكسات، اكسات لو تشير الخرسانة المسلحة. برنامج بصمم ار سي، بصمم، ما بصمم خرسانة عادية. هلا بعد بتمسحهم، ما راح تخبط كثير. ما خلنا نمسح هاي الخطوط، الغرف هاي من ورا، لا تمسحها لأنه ترجع للخطوط اللي جنبك. حمام بقول لك امسحها، مش منور، لما منور كان هار فيكس بترددنا بالهاي. صح، اي اشي بدنا شيء هاي كلها قواطع بلوك. طيب انا ليش ما اعمل هيك وريح راسي؟ خط اخضر هذا لحاله وتعمل دي فيها كاملة دي فيها. هذا التشير بلوك، هذا كله قاطع بلوك، هذا بيم فيها ما مسحت هذا. ليش؟ لأنه هذا جدار مسلح. مسحت عمود بالغلط، دير بالك. هذا منور، خط خط بيم، ترى هذا بيم. المهم هذه فيها تشير بلوك. لاحظ انه هاي هسه الشغلات لو قدرت تمسحها ما بدي اياها كلياتها تطلع. خلاص هلا المسح لاحظ جدا مسلح، دير بالك. جهتي يفضل اني ما امسح هذا الاشي. خلص صرت امسحه لقدام، لا تمسحه. ليش؟ لانه بدي اعرف حدود المبنى كيف. لا تمسحها هاي هاي لا تمسحها. ليش؟ امسح تهشيرها. تمام، امسح تهشيرها. يعني خليني اظلل بس. تمام، امسح تهشيرها، لا تمسحها. هي نفس الخطوط لا تمسحها. ليش؟ تعرف حد المبنى تبعك سلابتك انت وينها. تأكد انك مسحة اكس، دير بالك تمسح اكس. تشير هاي لا تمسحها. تمام، ايوه كالمبنى تقريبا عرفت حدوده. انا هسه انا هسه بعرف بك التالي. هون مثلا في عندي طلعة ما في شي فعليا، هاي السلاب عندي هيك هي. انا هذا الاشي زايد، هذا الشيء زايد. تمام، هسه لو انا بدي مثلا ارسم حدود المبنى تبعتي، ما بعرف حد المبنى تبعي هيك. تمام، هذه مش مشكلة تطلع لي فوق هيك. افضل ما هي هيك. أنا لأني مسحت خطوط من تحت فصار عندي إيرور. أنا بس عشان أميز حدود المبنى. بس لو مسحت خطوط البيضاء عادي. ليش؟ أنا خلاص عرفت أن المبنى تبعي. وين بلش وين بخلص. خلص يعني هاي كلها
هاي كلها هي السلاب تبعتي، هاي سلاب المبنى. الأشياء اللي بيعطيك كل بدك إياها، أظن في خيار بقى بتخلص تمسحهم كلهم يعني، وتخلي الأشياء اللي بدك إياهم. يعني هذا مش صعب، بس بتغلب لأنهم كثار. فيديو بسرعة، المهم وصلت الفكرة، نظفت المبنى. أظن طابق التسوية كان أسهل لأنه ما في كل التفاصيل، الطوابق اللي فوق فيها أصعب راح تكون. عن سألت حالك سؤال، الطابق التسوية كان كله شير وول، الطابق الثاني كان كله بلوك، ايش بالعادة احنا مشان بنحط شير وول؟ هاي الفكرة، إنه دائما أي طابق تسوية تحت الأرض كلها على الداير شير وول أو بيرنج وول، شير وول بسميه إذا أنا بدي إياه لشو اسمه زلازل أو سيزميك لود أو ويند لود وهكذا. إذا أنا بدي إياه أصمم المبنى على زلازل ورياح جانبية بسميه بيرنج وول. هاي معلومة كثير مهمة تحبالكم عليها. رياض ليش بمسح خطوط؟ عشان تركب الحل. شفت المبنى تبعك صار سهل، هسه من مسافات الأعمدة شو بدك سلابات. هاي الأعمدة عندي، المصعد، الدرج، هذا من ورا الحمام وهكذا. فهيك خطط هذا تقريبا شبه جاهز، التجهيز النهائي مش هسه، نوصل للسيف بإذن الله. خلص نروح الطابق اللي بعده. ما مسحته ولا كأني عملت إشي، أنت تخيل تعملها لو أنت مسحتها بتنجن. الطابق المتكرر، شو يعني الطابق المتكرر؟ يعني اللي من الطابق الثاني والثالث والرابع مثلا، هو أصلا تقريبا نفس اللي قبله، نفس الفكرة. هذا كلهم ايزوليت فيهم، كنت تهشير جدار مثل الحمار، نظل التهشير للجدار مثل الحمار. بعد ارجع شوف شو الظل دائما، شوف شو الظل دائما. مسحت الاكسات مش مشكلة، بس انا اعرف انه هذا منور يعني عادي. اذا بدك انت حط منور زي هيك في مشكلة، كان في منور هون، المنور اللي هون لساته ما انمسح، وهكذا خلص بنفس الطريقة. هات بدي شي اياه تشير فيها، فيها شبابيك هكذا، بتمسح الأشياء اللي تشيلها هون. طب تكمل خلص، يعني ما في داعي نقول الفيديو اكثر من هيك. في منور انا مسحته عادي، بقدر اجيبه من حتى اني نسيت اعمل نسخ للمخطط الاصلي عادي. المهم الفكرة وصلتك لحد المبنى، خليه لحد السلاب. عندك براند هاي ترى، هذا بدك تمسحهم ترش يعني، هذا ما انت بدك تكمل السلابي هيك وبس. يعني هيك تقريبا شبه نزف. هيك انا مثلا عملت المخطط، بعدين بتبلش تكتب، نقول على السيف يلا تروح السيف خليها لجنب. الفيديو راح يكون مخطط غير هذا، يعني نحاول نعمل مخططات كثير عشان نفهم الفكرة. ومع الف عافية.